تمام. طيب هيكون تسجيل يا دكتور معتز. صحيح صحيح، بدأت التسجيل. نعم نعم. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يعني تحية لكم جميعا، الله يسعد مساءكم جميعا، وشكرا جزيلا على استضافتي في هذه المحاضرة، واللي حتكون إن شاء الله بتحكي عن التعلم النشط ومهارات العروض التقديمية وتفعيل التعليم المدمج. الأجندة عندنا إن شاء الله راح نحكي في البداية عن أهمية المحتوى الرقمي وإيش أنواع المحتوى الرقمي، وبعد هيك حنحكي إن شاء الله في يعني نبدأ مباشرة بالتعلم النشط. طبعا التعلم النشط يعني بيشمل تحتيه عدة مواضيع جد يعني فرعية، مثلا أنواع الطلاب، أنواع المدرسين، إيش هو مثلث التعلم النشط، المفهوم التذكر، كيف ممكن أنه الطلاب يتذكروا المعلومات. طبعا استخدام أسلوب تعلم النشط لنقل المعرفة، إيش هي مستويات المعرفة، التقييم وهو محور كتير مهم جدا في التعلم النشط، إيش هي أنواع الأسئلة اللي موجودة يعني في التقييم عادة. بالإضافة أنه راح نحكي على نوع مشاكل من نوع معين من الأسئلة المفتوحة، إيش المشاكل تبعتها، وراح نعرض برضو كذلك مصفوفة التقييم بحيث أنه هي تساعدني في إعداد المسار. وراح نحكي بعد يعني آخر جزئية راح نحكي إن شاء الله في العروض التقديمية، مهارات العروض التقديمية والتعليم المدمج إن شاء الله. طبعا أهمية المحتوى الرقمي، يعني في الحقيقة المحتوى الرقمي له أهمية بالغة جدا يعني بشكل كتير كبير يعني، والدليل على ذلك لو أنا عرضت هذا النص فقط بدون هذه الصورة راح أستغرق وقت أطول في توصيل المعلومة. هذه الإشكالية الأولى. والإشكالية الثانية إنه المعلومة راح تتبخر بسرعة لدى حضراتكم، لأنه يعني تم نقل المعلومة بشكل نصي فقط، فبالتالي المخ أو الدماغ يعني بيحب إنه هو يعني يستهلك المعلومات المحتوى المرئي، لأنه عادة إنه هي بترسخ أكثر في الذاكرة. هذا أول سبب. والسبب الثاني أنه بيحتاج لوقت أقل لمعالجة هذه المعلومة. يعني عقل الإنسان بيعالج 60,000 مرة أسرع من النصوص. يعني أنا لو ضليتني أقرأ في النص هذا بحتاج 60,000 ضعف من الوقت اللي أنا بدي أستغرقه لو كانت إنه المعلومة هذه في صورة. فبالتالي إنه الصورة يعني الصورة بتشرح الأمر. يعني أنا عندي هنا نص راح أحتاج 60,000 ضعف من الوقت عشان إنه أعالج هذه النصوص، بينما لو كانت أنا المحتوى أنا عندي ظاهر على شكل صورة فقط بحتاج ل 13 ملي سكند عشان أستوعب أو أهضم هذه الصورة. هذا السبب الأول، يعني سرعة توصيل المعلومة. السبب الثاني اللي هو الريتنشن، اللي هو تذكر المعلومة. تذكر المعلومة أنه بعد 3 أيام ممكن هذه الشغلة برضو نختبرها مع حضراتكم، يعني ممكن نجي نسأل بعد 3 أيام إنه نشوف يعني المعلومات اللي أنتوا قرأتوها هذه راح تحتفظ فقط ب10% منها، والمعلومة اللي أنت سمعتها بتحتفظ يعني في 20% من المعلومة اللي أنت سمعتها، و65% من المعلومات اللي أنت رأيتها بتحتفظ فيها بعد 3 أيام. وهذه الشغلة كتير مهمة جدا، يعني إنه للأسف يعني إحنا في مهنة التدريس، ولازم إنه إحنا ننقل المعلومات للطلاب بحيث إنه يعني يقدروا يفهموها بسرعة، وفي نفس الوقت إنه ترسخ في دماغهم. وفي نفس الوقت للأسف في بعض الطلاب بيجي على الجامعة إنه يبدو إنه في واحد إنه حاول إنه هو ينضم، يريد دكتور حامد إنه تقبله من عندك،
تستطيع يعني عمل ذلك، يعني عشان أنا مشارك الشاشة. فيش مشكلة إن شاء الله. تمام. فكنت أنا بحكي إنه الطلاب عنا للأسف ما يعني ما بيستوعبوا أهمية حضور المحاضرة وإنه يسمع المحاضرة. هو بيعتقد إنه الكلام اللي بيحكيه الدكتور يعني هذا كلام موجود في السلايدات، كلام موجود في الكتب، أنا ممكن أقرأ لحالي، لكن هو مش مستوعب هذه المعلومة الخطيرة. فيعني إحنا ممكن إنه نساهم في الوعي لدى الطالب إنه أنت لما تحضر يعني المحاضرة بتوفر على حالك كمية المعلومات اللي أنت بدك تهضمها وتدرسها لوحدك، فبالتالي لا بتزود كمية المعلومات اللي أنت بتسمعها اللي راح تسمعها من المحاضر نفسه. يعني هذا الجزئية يعني لازم إنه يكون في وعي لدى الطلاب فيها. الجزئية الثانية إنه هذه من مسؤوليتنا إحنا كمدرسين، إنه إحنا في إعداد المحاضرة بدنا نحاول قدر الإمكان إنه إحنا نبتعد على المحتوى النصي ونحاول إنه نحط محتوى مرئي كصور بيشرح مفردات الدرس بحيث توصل المعلومة، بحيث إنه ترسخ عند الطلاب لفترة أطول ويستوعبوها بشكل أسرع. تمام؟ طيب شو أنواع المحتوى المرئي؟ طبعاً المحتوى المرئي ممكن أنه أنا خلال شرائح العرض أنه أضيف فيديو أو صور أو أشكال يعني تشارت أو جرافيكس. تمام؟ برضو كذلك ممكن أحط إلستريشن دياجرام زي ما إحنا حنشوف المحاضرة هذه إن شاء الله، بالإضافة لإنفوغرافيكس زي ما أنا عرضت، هذه تعتبر عبارة عن إنفوغرافيكس. تمام؟ أو animated GIFs، هذه كتير إنه يعني بتساعد بشكل كتير كبير لتوصيل المعلومة. تمام؟ طيب أنا ممكن أعمل ميوت للمايك شوية عبال ما إنه أنا في عندي دوشة في الباك جراوند شوية بس. تمام. طيب بعد ما عرفنا المعلومة الأساسية هذه بخصوص المحتوى الرقمي وأنواع المحتوى الرقمي، ممكن إن احنا ننتقل لمفهوم التعلم النشط. تمام. قبل ما نحكي في مفهوم التعلم النشط، خلينا نحكي عن أنواع الطلاب. طبعا انا في عندي يعني انواع الطلاب، طبعا هذا الكلام يعني بالمناسبه يعني هذه عباره عن دوره تدريبيه انا اخذتها في مشروع مع الاتحاد الاوروبي لجوينت بروجرام، جوينت اونلاين بروجرام، فبالتالي انه كان بيركز فعلا على هذه الجزئية يعني جزئية التعلم النشط. فأنا أخذت الدورة هذه وأنا حابب أنه أنا أنقل الخبرة. فالأنواع هذه اللي موجودة يعني أنه فعلاً أنه التقسيمة هذه أنا بجدها أنه فعلاً، ونحن ممكن نتناقش يعني شو نوعية الطلاب اللي موجودة عندنا. النوع الأول من الطلاب أنه هو طالب بيقوم بالحد الأدنى من المجهود لاجتياز المصعب، يعني خلاص هو طالب يعني خلاص بدي أعدي وخلاص، ما في عنده أي اهتمام في المخرجات تبعت المساق أو الاستفادة العلمية أو هذا وين ممكن أطبقه. عفوا، طالب بيجي إنه خلاص يعني زي كأنه أنا يعني هذه شغلة إنه يعني إنه something يعني must to do it it's a norm، يعني إنه شغلة طبيعية إنه لازم كل الناس تسجل في الجامعة وهذه شغلة مكتوبة علينا، فبالتالي خلاص بدي أجتاز هالجامعة، بدي أخلص من الإشي هذا اللي فوق كتافي وخلاص بأدنى مجهود وأخلص من القصة هذه. وفي عندي النوع الآخر اللي هو الطالب النشط،
وفعلاً أن الطالب هذا بيكون أكتف وبيحاول أنه هو يستوعب المعلومة اللي أنت بتعطيه إياها وبيكون حريص جداً وبيحاول أنه هو يسأل أكثر يعني يستوعب أكثر وبيثير نقاط جداً مثيرة للاهتمام في المحاضرة. وأنا يعني على صعيد الشخصي بكون سعيد جداً لما ألاقي طلاب أنا عندي في المحاضرة بيكون النقاش معهم والحوار معهم وطريقة الأسئلة اللي بعرضوها أنه بتكون رائعة جداً وأنا بستمتع في التدريس في هذه الحالة. طبعاً هذا أنواع الطلاب. طبعاً يعني ممكن يكون في عندكم أنواع مختلفة، يعني الباب مفتوح للنقاش في هذه الجزئية. ممكن الموضوع اللي يكون مثير للجدل شوية هو أنواع المدرسين. يعني إحنا دائماً ما نلقيش يعني فقط إنه يعني نعمل تصنيف للطلاب، إحنا برضو إحنا كمدرسين إلنا تصنيف يعني للأسف. المدرسين ثلاث أنواع. في النوع الأول، وهنا بدنا نقسمه لمستويات لأنه أفضل مستوى اللي هو المستوى الثالث، عشان هيك أنا يعني شايفين أنه هذه يعني هذا تصنيف طلاب، يعني أنه أنا عندي يا هذا يا هذا يا هذا اللون يا هذا اللون، والأكتف أنا حطيته باللون هذا أنه بيعكس الـ يعني أنه النوع هذا محبب. أما بالنسبة للمدرسين أنه فعلا أنه هو مستويات، شايفين كيف أنه التمثيل المرئي هنا بيساعد في توصيل المعلومة بشكل كتير كبير. نرجع للمدرس الأول أو المستوى الأول. هذا النوع من المدرسين بيركز على ما هو الطالب، خلاص كل اهتمامي أنه الطالب هذا يعني هم هيك الطلاب، أنه يعني هيك يعني أنا بعد يعني عمالي أنه أنا بستذكر أنه أنا إيش ممكن أنا أقول عن الطلاب. الطلاب مهملين، الطلاب مش مدورين، الطلاب المستوى ضعيف جدا، يعني من هالقبيل. يعني انه انا دائما بركز انه شو يعني انه ما هم يعني شو هم الطلاب اللي موجودين انا عندي، يعني انه ما هيتهم، يعني انه بركز عليهم. اما المستوى الثاني بركز على ما يقوم به المدرس، انه فعلا انه انا بلاقي انه في بعض المدرسين وانا منهم، يعني انه انا بصير بركز انه انا كل العبء علي انه انا ايش بدي اشرح للطلاب اليوم، طب التمرين هذا انا ايش بدي اسوي، وصير انه انا يعني وللاسف يعني ممكن اصل لمرحله انه انا زي كانه انا بعيش في بشكل منعزل عن الطلاب، وبصير اقول انا شرحت للطلاب افضل الامثله وجبت لهم درست يعني جبت لهم احسن كتاب وجبت لهم اخر نسخه وشرحت لهم زي ما بشرحوا في جامعه هارفارد، وبركز على الاشياء اللي انا بقوم فيها بمعزل عن الطلاب. تمام. اما المستوى الثالث، ما دام احنا التعلم النشط، بدي اركز على ما يقوم به الطالب. هذه بركز على الطالب نفسه. تمام. انه خلاص بيعطي ليبل للطالب وخلاص، يعني لكن الطالب شو بيسوي انا ما عندي اهتمام بالمره انا كمدرس. اما هنا بيعطي مساحه للطالب، والطالب هنا يعني بحاول انه انا اعطي له مساحه يكون نشط فيها وبركز على هذه المساحه، وهذا هو مفهوم التعلم النشط، عشان هيك انه احنا حطيناه في المستوى الثالث. لسه حتوضح معانا الصوره اكثر كمفهوم تعلم نشط. التعلم النشط باختصار بركز على ثلاث شغلات. إنه الكورس فيه له أهداف، لازم يكون فيه له أهداف. طبعاً الأهداف هذه يعني على سبيل المثال إحنا عنا في البرمجة، ممكن أقول إنه إحنا ليش بنعلم الطالب البرمجة؟ ببساطة شديدة إنه ممكن يكون الهدف إنه أن يكون الطالب قادر على كتابة كود، أكواد برمجية. أن يكون الطالب قادر على معالجة الأخطاء البرمجية، وهذه الشغلة بيستخدمها في مهنته، فهذا عبارة عن هدف تعليمي، إنه لازم الطالب يستوعبه، إنه أنت بعد ما تخلص هذا الكورس يفترض إنه أنت تقدر تكتب كود، ويفترض إنه أنت أي بق أو أي مشكلة عندك أخطاء برمجية، وهذه واردة جداً يعني إنه في البرمجة، إنه أنت تقدر تعالج الخطأ هذا، تعرف شو المشكلة وتحلها، تعملها فيكس في الكود،
وطبعا يعني انا معلش اعذروني يعني بقى يعني بقى يعني بحاول انه انا اضرب امثله من التخصص اللي انا موجود فيه، لكن انه ممكن انه احنا يتم اسقاط هذا الامر على اي مساق يعني تابع لاي تخصص. يعني على سبيل المثال مساق في مثلا يعني له علاقه مثلا ب التحاليل المخبريه، فبالتالي انه الهدف من المساق هذا انه الطالب انه انت تتعرف على ايش هي انواع التحاليل المخبريه او تصنيفات التحليل المخبريه، ايش هي الاجراءات المتبعه او البروتوكول المتبع في اجراء تحليل مخبري مثلا على سبيل المثال. ومش بس انه التعرف على الاجراءات، لا، بده يكون في انا بدي انتقل لمستوى اعلى وهو تطبيق الإجراءات بحد ذاتها، تمام؟ أو أقارن إجراءات زي ما إحنا حنشوف إيش هي المستويات المعرفة اللي موجودة فيه. مدام هذا عبارة عن تعليم نشط، هذه الأهداف لازم يتم صياغة نشاطات تعليمية لهذه بتحقق هذه الأهداف. فبالتالي إنه أنا بدي يعني أقسم الكورس، أنا في عندي O1، تمام؟ O2 O3 Objective 1 Objective 2 Objective 3، هذه الأهداف، تمام؟ لازم أصمم لها نشاطات تعليمية. فبقول أنه عشان والله أحقق الهدف 1، تمام؟ هذا بلزمني أنه أنا أعمل A1 و A2 Activity 1 و Activity 2، تمام؟ الأوبجكتيف الثاني بكفي إنه إحنا نعمل إنه أكتيفيتي واحدة بس، فبالتالي إنه هذه راح تكون أكتيفيتي 3 وهذه راح تكون مثلاً إنه 2 أكتيفيتيز، إنه A4 وهنا A5، عشان إنه هذه عبارة عن نشاطات لازم يقوم بها الطلاب، فلازم إنه أنا أصممها. هذه عبارة عن طريقة تدريس مختلفة تماماً من طريقة التدريس المتعارف أو الشائعة، إنه أنا خلص باجي بحكي المحاضرة باتجاه واحد، بقلب السلايدات وخلص، يعني أنا نقلت المعلومات. هذا بنسميه ترانسفير للنوليج. ترانسفير للنوليج ما بيضله يعني لفترة طويلة، ما بيعلق في ذهن الطالب، ما بيكون له يعني تأثير كتير كبير على الطالب. لكن الطريقة هذه في التدريس، طريقة التعلم النشط، إنه بدي أقسم الكورس لمجموعة من الأهداف. الأهداف هذه بدها تكون عبارة عن مجموعة من النشاطات بده يقوم فيها الطلاب والمدرس مع بعض. طبعا كذلك الأهداف هذه بدي أنا أعملها تقييم. كيف بدي أنا يعني أقيس إنه الهدف هذا تحقق عند الطالب ولا لا؟ كيف بدي يعني أتأكد إنه الهدف هذا فعلا استوعب الطالب ولا لا؟ فبالتالي إنه مثلا على سبيل المثال إنه أنا بدي أرجع أعمل المصفوفة كمان مرة، هاي O1 O2 O3، وبدي أجي أقول والله لا O1 أنا في عندي هنا evaluation 1، تمام، و evaluation 2، يعني مثلا على سبيل المثال في عندي quiz وفي عندي assignment على سبيل المثال. أما بالنسبة ل يعني الobjective الثاني إنه هذا عبارة عن evaluation 3 و evaluation 4، تمام، وهذا الobjective الثالث إنه في له evaluation لحال، يعني إنه عبارة عن quiz assignment امتحان نصفي امتحان نهائي whatever، يعني إنه أنا بدي أحاول إنه أنا يعني إنه كل objective فعلاً إنه أنا أقيسه. فبالتالي لما تكون التقسيمة أنا عندي زي هيك بقول والله الobjective الأول في ضعف عند الطلاب، لأن علاماتهم هنا علاماتهم إنه مثلاً المتوسط الأفريج أنا عندي كان كتير ممتاز، تمام، هنا عفواً كان كتير متدني، إنه في مشكلة عند الطلاب في الأوبجكتيف هذا. يعني هل ممكن تكون النشاطات في إشكالية فيها؟ كيف ممكن إنه أنا أعدل النشاطات هذه؟ يعني زي هيك هذا الطلاب إنه حققوا فيها نتائج كتير ممتازة، هذه حققوا فيها مثلاً نتائج كتير ممتازة. فبالتالي المثلث اللي أنا بدي أستند عليه إنه أنا بدي أعمل محاذاة. هذا الشغل اللي أنا سويته، هذا الأسهم هذه اللي أنا عملتها، هذه أنا بسميها محاذاة. بدي أعمل يعني المصطلح بالإنجليزي بدي أعمل alignment. alignment بين إيش؟ بين الأهداف التعليمية، تمام، والنشاطات
والتقييم. تمام؟ فبالتالي هدول أنا عندي بدها تكون إنه محددة في الكورس أوتلاين في بداية المسار بهذه الصيغة، لو أنا حابب إنه أنا أدرس بهذه الطريقة. وأنا بنصح بشدة إنه فعلاً إنه أنتوا تجربوا هذه الطريقة وتشوفوا يعني شو أثرها على الطالب، وكذلك شو أثرها على المدرس. فلغاية الآن يعني الأمور تمام؟ يعني في أي سؤال أو استفسار، أو ممكن إنه يعني بعد نهاية المحاضرة إيش بتحبوا النظام عندكم؟ ما متهيألي بالنهاية ممكن يا دكتور. أوكي تمام. هاي الدكتور عدنان رفع إيده. هو لو نخلي آخر 10 دقائق أو ثلث ساعة أو نص ساعة حتى إنه يكون نناقش فيها بكون أفضل. أنا برضو بسجل بعض النقاط، فاللي عنده ممتاز. أي سؤال من الإخوة المشاركين بس يدونها على جنب، وبالنهاية نفتح باب النقاش للجميع. بالضبط، يعني ممكن إنه هي تسجل يعني تدون السلايد إذا كان في عندك استفسار على سلايد معينة، وتسجل أسئلتك وبنرجع لها إن شاء الله. ما فيش مشكلة. تمام. طيب نشوف يعني موضوع التذكر. يعني هنا بدي يعني انه حاول تذكر الرمز المقابل لكل رقم. يعني لو يعني هنا 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 يعني بنحاول انه احنا يعني نثبت لك ليش انه النشاطات في إلها هدف، وانه مش الهدف انه يعني انه انا والله في عندك معلومات الطالب بده يعملها حفظ وبده يختبر فيها، يعمل دمب يوم الامتحان وبعد الامتحان خلاص حتتبخر هذه المعلومات. خلينا نشوف يعني ثواني بس استطلع. اوكي خلينا نشوف انه انا يعني كل 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 رمز مقابل لكل رقم، يعني مطلوب مني انه انا اتذكر الواحد انه شكله زي هيك، الاثنين شكلها زي هيك. تمام. فالآن معك 15 ثانية يعني أنه أنت تتذكر هذه الشغلة، لأنه أنا حطلب منك الآن مسألة تختبر موضوع الذاكرة عندنا عشان نشوف فعلاً قديش والله أنه موضوع الذاكرة عندنا فاشل يعني على المدى البعيد. يعني فالآن يعني خلينا نعد ل 15 ثانية تحاول أنه أنت تتذكر كل الرموز هذه. تمام، عدت ال 15 ثانية. الآن إيش المطلوب؟ المطلوب إنه هذا الرقم بدي أكتب الرموز المقابلة له. مين يساعدني في الموضوع هذا؟ يعني واحد إيش أكتب؟ كيف شكله كان هيك؟ ستة كيف كان شكله يا جماعة؟ في حدا متذكر؟ تقريبا يعني شبه مستحيل نتذكر الارقام هذه كلها في 15 ثانيه بالذات وانها متشابهه. بالضبط. تمام. هل صوتي مسموع يا جماعه؟ نعم مسموع الصوت. انا اخذت سكرين شوت، ممكن اغشك يوم كليات. هذا تيبيكال ستودنت اكت يعني يا دكتور. صحيح. تمام. الان لو أنا رحت ربطت لك المعلومة هذه بقصة، يعني أنا قلت لك إنه والله إنه شكلها هي مش راضية تثبت. أنا عندي خليني أنا أعمل سكيب، معلش هي الأنيميشن. لو أنا ربطت لك المعلومة إنه الإيت بازل يعني أنا عندي زي هيك، وإنه أنا رحت رقمتها إنه قلت 1 2 3 4 5 6 7 8 وإنه أنا رسمت الخطوط زي هيك، هذه سهل جدا انه انت تحفظها في ذاكرتك. فبالتالي لما اطلب منك انه انت تعمل ديكود لرقم معين، فانت بدل ما تحفظ الرموز هيك بشكل منفصل، لا انا بدي المعلومات مترابطه بهذا الشكل. هي الفكره في الموضوع، انه انا لازم انه تكون انا عندي المعلومات مترابطه مع بعض، يقدر انه الطالب انه يسترجع المعلومه من خلال نشاط معين. هذا هو النشاط. فأنا بطلب من الطالب لو أنت عملت هذا الشكل
زي هيك انه انت رحت عملت انه الخطوط هذه وحطيت 1 2 3 4 5 6 وحطيته على شقه عندك، هذا مستحيل انه انت تنساه. تمام، هذا النشاط اللي حيعمله الطالب، وبالتالي بناء عليه انت حتقدر تعمل ديكود لهذا الرقم، انه حتقول 1 شكله زي هيك و2 شكلها زي هيك، عفوا 6 2 5 8، انه حتقدر تعمل ديكود بسهوله بهذا الشكل. فهنا هذه الفكره في الموضوع، انه دائما اربط المعلومه بنشاط مع الطالب انه هو يقدر يسويه بحيث انه يقدر يربط المعلومات مع بعض. فهذه هي الطريقه التقليديه زي ما انتم شايفين على الشاشه في اليمين، انه ترانسفير للنوليدج، انه احنا كمدرسين نيجي على المحاضره في عنا مستوى معين من المعرفه، نعمل نقل من المعرفه هذه عن طريق السرد لأدمغة الطلاب. تمام، و يعني ممكن انه هو يعني بيجي بيعملها دمب يعني ليله الامتحان او عفوا يوم الامتحان وخلاص. بينما هنا انا عندي طريقه مختلفه، انه المدرس بيطلب من الطلاب انه هم يعملوا نشاطات، تمام، وهو بيتابع النشاطات هذه. هذا التعلم مستحيل ينسى الطالب، هذا التعلم مستحيل ينسى الطالب. في كذلك سلسلة مهمة، إنه أنت بدل ما إنه أنت تعمل learning 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 وفي الأخير إنه أنت تعمل doing، هذا يعني هذا الأسلوب في التعلم مش كتير محبذ. إنه أنت الأفضل إنه أنت إيش تسوي، الأسلوب الأحسن تعمل learning doing، طبق اللي انت تعلمته مباشرة، بعدين ترجع تتعلم جزئية تانية وتطبقها، تمام، تاخد تطبيقات عليها وهكذا. هذا التعليم هو اللي بيرسخ في دماغ الطالب، ان انا اخد يعني سلسلة من المواضيع انه انا تعلمتها وبعدين انه اجي اعملها تطبيق. هنا لا، بيكون الموضوع مش فعال، مش اكتف بشكل كتير كبير. فهنا الفكرة في الموضوع أنه أنا بدي أتيح مساحة للطالب أنه يكون في نشاط في الطالب، للطالب في المحاضرة. باجي أنا على المحاضرة اليوم يا جماعة أنه إحنا بدنا نحكي على كذا كذا كذا، بدي إياك تطلع ورقة وقلم، وبدي إياك أنه خلينا نقارن مع بعض، أنه أنا بدي أدي لك 10 دقائق أنه أنت تقارن مثلا بين أسلوب كذا وأسلوب كذا في التحاليل الطبية، مين أفضل هذا الأسلوب بناء على ما تعلمنا. هيك لا، أنت بتعلي مستوى التفكير عند الطالب والتحليل، وبدأ يقارن انه والله ايش الميزات هنا وايش الميزات هنا وايش السلبيات هنا وايش السلبيات هنا، تمام. وبعدين بتروح انت بتعرض السلايد للطلاب انه تمام، بعد ما تسمع مقارناتهم، انت يا فلان ايش النقاط اللي انت شايف انه يعني اهم النقاط الفروقات اللي موجوده، هيقول لك كذا 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 كذا، ممتاز. انت يا فلان ايش كذا ايش النقاط، حيعطي لك نقاط مختلفه. بعد هيك انت ممكن تظهر المقارنه للطلاب بين مثلا انه اسلوبين او تو ابروتشز او تو ميثودز في منهجيه معينه او في يعني طريقه التحاليل الطبيه او الى ما ذلك يعني. فبالتالي لا، بيكون انه بدل ما انه هو يستقبل المقارنة على الجاهز، لا، هو بيقوم بنشاط، بيقوم بالمقارنة بنفسه، وعلى هذا الاساس بعديها انه انا بعرض هذه المقارنة بحيث انه لو في شيء فعلا فاقد عند الطلاب انا بعوضه كمدرس. فبالتالي لازم يكون في عندي بيئة للتعلم النشط. البيئة مش بالضرورة انه يكون في عندي تجهيزات مختبر، يعني انه لازم تكون في اجهزة حاسوب ومجهزة بالواي فاي. ممكن انا مثل ما ذكرت في المثال السابق انه يكون بالورقة والقلم، انه احنا يعني نستذكر شغلات معينة بالرسم، طلع ورقة وقلم وارسم لي مثلا مخطط لكذا، قارن بين كذا وبين كذا، أو ممكن يكون داخل مختبر الحاسوب، أو ممكن يكون داخل مختبر التحاليل الطبية، أو داخل الفصل الدراسي، إنه أنا يعني أحد الطلاب إنه هو يطلع ويعمل نشاط معين، يشرح موضوع معين. طبعاً هذا الكلام ما بدنا يكون فيه misconception إنه لا، إنه أنا بدي أخلي الطلاب يشرحوا
طوال الوقت وأنا أتفرج عليهم. لا لا، في كثير من المدرسين بيقعوا في التراب هذا للأسف، أنه عشان الطالب أنه لا، هو بيخلي طالب يشرح لبقية الطلاب، هذا أكبر غلط. لكن أنا بكون مثلا شرحت جزئيات معينة، شرحت مثلا ميثود A ميثود B، والنشاط بيكون بدي إياكم يا طلاب تقارن بين ميثود A وميثود B مثلا على سبيل المثال. فهذه شغلة كتير، إنه للأسف في كتير من المدرسين بيكون في عنده misconception لمفهوم إنه يعني يخلي الطلاب إنه هم يشرحوا. لا، هذا مش أسلوب يعني صحي، انه فعلا انه يخلي طالب يشرح للطالب، وفعلا انه لما يكون الموضوع تف او موضوع صعب يعني انه مش كتير انه مناسب لهذه الشغله. طبعا احنا الهدف لنا انه احنا نحقق مستويات مختلفه في المساق، في الاهداف التعليميه. طبعا الاهداف هذه تبعت البلومز تاكسونومي، اول مستوى اللي هو التذكر، ثاني مستوى الفهم، ثالث مستوى التطبيق، المستوى الرابع تحليل، بعدين التقييم. يعني ممكن يكون التحليل هو عبارة عن مثلا قارني بين طريقة A وطريقة B، هنا انه evaluation انه بدي اياك انه انت تنقد لي اياها. طب ايش رأيك تعمل لي طريقة جديدة او منهجية جديدة؟ هذا اعلى مستوى. ومش بالضرورة أنا في المساقات انه تكون تبعتي انه تكون انا عندي كل المستويات هذه موجودة. ممكن في مساقات الانترودكشن انه تكون انا عندي مثلا مستوى يعني التذكر والفهم، مساق تاني متقدمة انه لا، لازم ادخل موضوع الابليكيشن في الموضوع، موضوع التطبيق، مساقات متقدمة لا، بتتطلب تحليل مني. فبالتالي مش معنى انه انا عندي هذه المستويات السبعة انه لا، لازم تكون كلها في المساق. طبعا صياغة الاهداف التعليمية، طبعا زي ما ذكرت انه انا بدي ارجع اذكركم في المثال اللي ذكرته في البرمجة، يعني شو الهدف من مساق البرمجة؟ لما انا احكي لهم للطلاب شو الهدف يا جماعة انه انت لما تاخذ هذا المساق، لازم تكون واعي للهدف. الهدف انه انت تعرف تكتب كود وتعرف تصحح اخطاء. فبتلاحظوا انا ايش استخدمت verbs، تمام؟ هذه الverbs انا بسميها active verbs او الافعال النشطة، انه الطالب بيقوم فيها بنشاط. ايش هو النشاط؟ انه الطالب يكتب كود وانه يعالج اخطاء. يعني على سبيل المثال انا يعني معلش بدي ارجع برضو اسقط هذا الموضوع على المساق البرمجة اللي انا بدرسه، فباجي بقول للطلاب انه انا تمرين، طلع ورقة وقلم وحلل لي هذه المسألة، اكتب كود. اكتب كود، هذه كتابة كود، هذا عبارة عن نشاط، action verb، active verb، تمام؟ أو ممكن يكون تمرين تاني، أطلب من الطلاب إنه في البرنامج هذا خطأ، بدي إياك تعمل فيكس للإيرور، تمام؟ فبتلاحظوا إنه أنا في عندي أفعال مختلفة هنا. يعني على سبيل المثال إنه يعني أفعال التذكر، تمام؟ عدد، اشرح، عرف، استرجع، برضو سمي لي عدة كذا، إنه مثلاً حدد، أوجد، إلى آخره من هذا الكلام. يعني خليني أنا أشرحها بالعربي هنا، تمام؟ عدد، أوصف، عرف، حدد، يعني هذه الشغلات إنه متعلقة بالتذكر، تمام؟ أما المستويات المتقدمة في الفهم، إنه بدي يكون القدرة على الطالب إنه يفسر، يعمل إكسبلين، ليش هذه الطريقة إنه منتقدة؟ ليش هذه مثلاً الأسلوب في البرمجة أو في التحليل الطبية أنه لا يحبذ أنه أنت تستخدمه؟ لخص، استنتج، أنا بدي إياك تستنتج معلومة لحالها، أنه أنت يعني أنه أنت من معلومتين بدي إياك تستنتج معلومة ثالثة. طب أنا أديتك عدة معلومات، حاول أنه أنت تصنف لي هذه المشاهدات اللي موجودة عندك، بدي إياك تقارن بين كذا وكذا، بدي إياك تشرح، هذا مستوى أعلى في التدريس. أما التطبيق، بدي أقول له طبق، احسب، تمام؟ طبعاً هذه في المساقات أو التخصصات اللي لها علاقة بالرياضيات مثلاً، تمام؟ بدي أنه أنت تعمل، يعني هنا اعرض، ما بمعنى أنه تعمل ديمو، ديمونستريشن، تمام؟
وانجز انه هنا انه انت بدك تنفذ يعني شغل معين او تجري تجربه. فبالتالي يعني بدي اياك تعمل اجراء لتجربات لتحليل مخبري باستخدام منهجيه كذا، هذا عباره عن تطبيق بحث، وفعلا بيعزز يعني هذا يعتبر انه مستوى اعلى تمام في مستويات المعرفه. تمام، هذه كلها مستويات المعرفه وهذا مستوى اعلى. المستوى الأعلى من التطبيق هو التحليل. إيش الأفعال اللي أنا ممكن أستخدمها أنا عندي في الأهداف التعليمية؟ يعني أنا برضو بدي أرجع أذكر، أنا عندي الكورس أوتلاين، أنا عندي بدي أقسمه لثلاث أجزاء. تمام؟ أنا عندي جزء الأوبجكتيفز الأهداف التعليمية، وجزء الأكشنز اللي هي النشاطات، وجزء الإيفاليويشن. تمام، وبعدين هذه الخطوه الاولى، وبعدين الخطوه الثانيه انه انا بدي اعمل محاذاه. ايش يعني محاذاه؟ هنا قلت O1 O2 O3 وهكذا، هنا A1 A2 A3 الى اخره، وهنا E1 مثلا E2. المحاذاه انه بدي اقول انه والله الهدف هذا بيعززه نشاط رقم واحد مثلا والإيفاليويشن الثاني، هذه هي المحاذاة. فبالتالي إنه حنعملها في مصفوفة زي ما نشوف. الآن اللي أنا بحكيه في مستويات المعرفة هذه هي عبارة عن الأهداف اللي أنا بدي أحطها هنا. كيف بدي أصيغها؟ بدي أقول إنه يكون عند الطالب القدرة على استخلاص أو استنتاج كذا، أو المقارنة، أو تفسير، أو مثلا تعريف مثلا كذا، إذا كان إنه هو مستوى التذكر. لو الكورس هذا تطبيقي، إنه يكون عند الطالب القدرة على حساب مثلا إنه كمية الدم اللازمة لإجراء اختبار كذا، أو إنه يجري تحليل مخبري باستخدام بروتوكولات كذا وهكذا. تمام؟ التحليل أنا عندي مستوى يعني أعلى، أنا الأناليسيس. تمام؟ يعني على سبيل المثال ممكن أنه أنا يجي عندي مقارنة، بس مقارنة تحليلية بدها تكون رتب ترتيب، بده يكون أنا في عندي أفكار معينة بدي أرتبها، نظم ينظم تفكيك. تمام؟ أو هيكلة أنه أنا في عندي أنه مثلا شغلات بدي إياك مثلا تقسم لي إياها بشكل هرمي حسب فهمك وتحليلك للأمر، بدي إياك تعمل هذه الشغلة، بدي إياك تدمج مثلا معلومات معينة، أو تدمج أشياء يعني أشياء معينة، بدي تعمل لينك أو تربط بين معلومات معينة. تمام؟ التقييم إنه أنت على سبيل المثال بدك تعمل فحص إنه هل الإجراء هذا، الخطوات هذه اللي أنا عملتها، إنه هي صحيحة مثلا ولا مش صحيحة في إجراء التحليل الطبي مثلا أو المخبري على سبيل المثال. بدي إياك تنشئ فرضية، بدي إياك تنقد، يعني تعمل نقد لهذا الأسلوب، إيش رأيك فيه؟ هل هو كويس ولا مش كويس؟ هيك أنا بطلب رأي الطالب. تمام؟ أحكم على، اختبر بنفسك، تكتشف، بدي إياك تعمل observation مراقبة، شغل هذه السلسلة من الإجراءات مثلا في تجربة معينة، وقل لي إيش المشاهدات تبعتك. هذا برضو بيدخل في إطار التقييم. إنشاء تيجي انه في كورسات متقدمه انه انا بدي اياك انه انت تبني مثلا طريقه معينه او تصمم، تمام، او انه تخترع، تمام، او تعمل شغله معينه. فبالتالي انه هذه تيجي ضمن المستويات. وزي ما ذكرنا انه في عندنا مستويات مختلفه من المعرفة، مش بالضرورة إنه المساق يحتوي على كل هذه المستويات حسب طبيعة المساق، إذا كان مساق مقدمة أو مساق تطبيقي أو مساق متقدم أو مساق ماجستير. يعني أكيد في مساق الماجستير لازم يكون التركيز على التحليل والتقييم والإنشاء يعني بهذا الشكل يعني. طيب الآن نيجي لمشاكل التعلم النشط. زي ما أنتم شايفين إنه هنا بما إنه ما فيش يعني تجربة محددة، طبعا هذا الكلام أنا ما رضيت أنه أنا أوثقه، لأنه يعني مش أنه والله مشاكل معروفة، لأنه المشاكل بتختلف حسب تجربة الفرد نفسه. يعني أنا على سبيل المثال لو أنا جيت مثلا طلبت من الطلاب بعد ما شرحت جزئية معينة أنه هم يقارنوا بين كذا وبين كذا،
حلاقي إنه الطلاب مش متفاعلين معايا، يعني أو بمعنى آخر إنه نوعية الطلاب اللي موجودين عندي من الطلاب اللي بيقوموا بالحد الأدنى للأسف، فبالتالي فرصتي في تطبيق التعلم النشط يعني بواجه تحدي، يعني هذه أحد أهم المشاكل اللي أنا بواجهها. مشكلة تانية برضو في الثقافة، إنه فعلاً إنه هذه الشغلة يفترض إنه ما تتطبق على مساقي أنا فقط، تتطبق على كل المساقات، بحيث إنه الطالب ما يشعر إنه هو باتجاهي أنا كمدرس يقول لي يا عمي أنت معقد الدنيا كتير، والله كل المدرسين بيجي بيقلب السلايدات وخلص بروح من المحاضرة، أنت كل شوية طالب منا أعمل كذا، قارن كذا، طلع ورقة وقلم، زهقنا إحنا مش قادرين. يعني فعلا أنا بلاقي يعني التحدي هذا أو الكلام هذا اللي أنا بسمعه ممكن يصيبني بالإحباط وممكن يثنيني عن تدريس المساق تبعي بطريقة التعلم النشط. فبالتالي إنه فعلا إنه يعني هذا تحدي. أنا بحكي لكم على تجاربي الشخصية عشان هيك أنا ما رضيت إنه أنا أوثقها، طبعا يعني إنه ممكن يكون تخطر في أذهانكم الآن، يعني سجلوا سلايد 19 وحابب إنه برضو أسمع منكم إنه إيش هي مشاكل التعلم النشط تطبيقها في بيئتنا، لأنه يعني أحد المشاكل اللي أنا بعانيها إنه الشعب الكبيرة. طبعاً هذا الكلام يطبق في دول الشمال، وأنتوا عموها ما أدراك ما دول الشمال، يعني بيكون أنت عندك في الشعبة الواحدة 15 طالب، فأنت خلص 15 طالب هدول تقدر تأخذ وتعطي معهم، لكن أنا عندي شعبة فيها 90 طالب، شو بدي أسوي مع 90 طالب؟ مش هقدر أنه أنا أخليهم يعملوا نشاطات وأتابعهم، هيتطلب مني إنرجي كتير عالية، وأنا يعني خلصان على الآخر بصراحة شديدة يعني. فهذه أحد التحديات، فأنا برضو حابب أسمع منكم يعني إيش المشاكل اللي ممكن إنه تواجه التعلم النشط. طيب نيجي إلى جزئية التقييم. طبعا التقييم بدي ألاحظ أو بدي أراعي بشكل كتير كبير إنه لازم يكون في عندي قبل وأثناء وبعد. أنا بدي أقيس الطلاب استوعبوا ولا لا، بدي أقيس الطلاب فاهمين ولا لا، بدي أقيس هل الطلاب عندهم القدرة التحليلية ولا لا. في كتير من المدرسين إنه بيجوا قبل ما يعطي درس معين بحاول إنه هو يعطي كويز للطلاب 3-4 أسئلة تمام، وبيقدر إنه هو يحسب من النتيجة بشكل سريع جدا، وبيقدر إنه هو يحصل على متوسط. تمام، وبعدين ممكن انه بعد ما يشرح جزئيه معينه بروح بعدلهم نفس الكويز وبروح بحسب برضو المتوسط تبع علامات الطلاب، فبالتالي انه هنا بيكون عنده مقياس انه والله هنا بقيس المعرفه المسبقه. يا شباب انتوا ايش بتعرفوا عن كذا، ايش بتعرفوا عن البرمجه، ايش بتعرفوا عن الحاسوب، ايش بتعرفوا عن يعني التحاليل المخبريه، شو بتعرفوا عن مثلا انه يعني كم مرض انه انا بقدر اكتشف من تحليل الدم، ايش عندكم يعني قديش يا فكركم يعني انه زي هيك. فبالتالي هنا انا بقيس يعني معرفه قبل ما انا اعطي المعلومه للطالب، انه بقيس انه شو المستوى اللي موجود عند الطلاب، وهذا يعني متبع يعني بشكل كتير كبير في اختبارات اللغه الانجليزيه. نروح بدنا نيجي ندخلك في كورس معين فلازم نعرف مستواك، فبنعمل لك اختبار تمام، وأثناء ما أنت بتأخذ المادة العلمية برضو بنعمل لك اختبار، وبعد بنشوف اختبار وبتم مقارنة هدول الشغلات الثلاثة مع بعض. هذه بتعطيني تغذية راجعة أنا كمدرس بشكل كتير كبير عشان أعرف أنه فعلا أنه هل أنا حققت الأهداف التعليمية ولا لا. برضو بدي أرجع لموضوع الالاينمنت أو المحاذاة، أنه أنا كل هدف تمام في إله يعني evaluation بقيس هذا الهدف. فأنا عندي موضوع المحاذاة كتير مهم جدا. بنرجع للأهداف التعليمية، عشان هيك صياغة الأهداف التعليمية حسب مستويات المعرفة شغلة كتير مهمة جدا. طيب شو طرق التقييم المتبعة؟ طبعا في عنا أسئلة الاختيار المتعدد، ممكن أطلب عرض تقديمي من الطلاب، ممكن أطلب أعملهم امتحان شفهي، ممكن أطلب منهم إنه يعملوا دراسة حالة case study، ممكن أطلب منهم مشروع
ممكن أطلب منهم تعيينات أو تكليفات منزلية تمام وإلى آخره. يعني في يعني هذه أكثر الطرق الشائعة الموجودة أنا عندي يعني. وطبعا هذه بتختلف من تخصص لتخصص آخر يعني. فبلاقي بعض التخصصات إنه هي بتركز على الامتحان الشفهي بشكل كتير كبير، في تخصصات تانية بتركز على الكيس ستادي بشكل كتير كبير، تخصص بتركز على الكويزات ويعني زي هيك يعني. احنا عندنا في الاي تي بنركز على المشاريع بشكل كتير كبير، مشاريع تطبيقية ك يعني طرق تقييم. طيب اللي انا بدي اخده في عين الاعتبار عند اعداد اسئلة الاختيار المتعدد انه انا بدي اركز على هذه تمام، وبدي اركز على يعني نوع اخر من الاسئلة اللي هي الاسئلة المقالية. طبعا لتجنب العشوائية في اختيار الاجابة من الطلاب بدي انا اتبع هذه المعايير، انه اذا كان انا عندي الخيارات المتاحة خيارين فقط زي true false، فبالتالي لازم يكون عندي 60 سؤال على الاقل. شو معنات هذا الكلام؟ يعني على سبيل المثال لو انا بعرفش صيني ولا تكة ولا حرف بعرف ولا كلمة، فالان رحت دخلت سؤال يعني عفوا اختبار لغة صينية مكون من 20 سؤال تمام، والعشرين سؤال هذا true وfalse، قديش احتمال أنجح في هذا الاختبار إنه أنا أعمل pass؟ قديش يفكركم بما إنه true false فبالتالي إنه 50%. لو أنا اخترت الأسئلة عشوائي يعني بصير حادي بادي، هذه بختارها true، هذه بختارها false، هذه برجع كمان false، هذه true، فبالتالي 50% أنجح لو كانت إنه مكونة من 20 سؤال فقط. فعشان أنا أتجنب العشوائية هذه إنه أنا أنجح بالصدفة وإنه أنا اخترت الإجابات حادي بادي، لازم يكون في عندي في أسئلة الاختيار متعدد 60 سؤال على الأقل عشان يعني أتجنب الانحياز لهذه النسبة تمام. إذا كان ثلاث خيارات لاحظوا إنه النسبة بتقل، بتصير أو عدد الأسئلة المطلوبة بتقل 45 سؤال. يعني بمعنى آخر لو أنا في عندي يعني اختبار أنا بدي أعمله والاختبار هذا مكون من 20 سؤال وطبيعة الأسئلة true false ما بنفعش، أقل من 60 سؤال بنفعش، في عندي احتمال إنه يعني أجيب الإجابات صح بنسبة 50%، لكن إذا كان 60 سؤال لا هذه النسبة بتقل بشكل كتير كبير. هذا في كان إنه خيارين اللي هو true false. أما في حال إنه كان ثلاث خيارات فبالتالي إنه بدل ما 60 سؤال بتقل عندي بيصير 45 سؤال. أما إذا كان أربع خيارات فبتقل النسبة بتصير 40 سؤال. فبالتالي هاي اللي المعايير التربوية والإحصائية اللي أنا بدي أخذها بعين الاعتبار في وضع الأسئلة في الاختيار المتعدد. طيب نيجي إلى يعني شغلة تانية في تقييم المجموعات الطلاب. لو أنا بدي أطلب من الطلاب إن هم يشتغلوا مع بعض، إحنا بنعاني من مشكلة في هذه الشغلة إنه بتلاقي إنه طالب هو اللي قايم بالشغل كله والباقي إنه يعني ما مش فعالين، طبعا لعدة أسباب. يعني للأسف إحنا البيئة تبعتنا في المدرسة وحتى في الجامعة يعني إنه إحنا بيئة تنافسية مش بيئة تعاونية على الإطلاق. يعني أنا الطالب بيصير بدق على العلامة يعني إنه أنت قديش جبت علامتك وأنا إيش معنى أنت كذا وأنا كذا، يعني لازم أنا أجيب أكثر منك، مش إنه إحنا فأنت لو بدك تحطهم إنهم يشتغلوا مع بعض في مشروع يعني حيصيروا يتنافسوا مش يتعاونوا. للأسف هذا هو المفتاح تبع فشل العمل الجماعي عندنا، إنه إحنا بنتنافس مش بنتعاون مع بعض لإنجاز مشروع واحد. فممكن إنه يتم تقسيم العمل بين الطلاب، إنه أنا أرشد الطلاب إنه يتم تقسيم العمل بيناتهم تمام، وتحديد نسبة مساهمة كل طالب في العمل لأنه لازم تكون محددة. يعني هذا أسلوب عشان الطلاب كلهم ما ياخدوش نفس العلامة. في أسلوب تاني اللي هو تقييم النظراء أو البير
evaluation، إنه أنا بطلب من الطلاب، أنا بعد نموذج بطلب من الطلاب اللي بيشتغلوا في نفس المجموعة، تمام؟ أنا عندي 4 طلاب، بطلب من الطالب الأول يقيم الطالب الثاني والثالث والرابع إنه شو مساهمته في المشروع، والثاني برضو بطلب منه نفس الشغلة، والثالث بطلب نفس الشغلة، وهكذا. فهيك أنا بأخذ يعني تقييم واقعي لمجموعات الطلاب عشان نتجنب إنه إحنا نعطي نفس التقييم لكل الطلاب. طيب نيجي لمشاكل تقييم الأسئلة المفتوحة. طبعاً الأسئلة المفتوحة يعني واردة عنا إحنا في تخصصات تبعتنا، في لها مشاكل بالفعل، يعني في مشكلة متعلقة بالطالب نفسه، إنه الطالب ممكن يفهم السؤال غلط، الطلاب يعني ممكن يفهموا السؤال يعني بطرق مختلفة، كل واحد يفهمه شكل، فبالتالي هو بيفهم إنه المطلوب كذا وخلص بيبدأ يحل، والتاني بيفهم إنه المطلوب كذا وبيبدأ يحل. فعشان هيك إنه صياغة السؤال عامل مهم جدا عشان الطلاب كلهم يكون يعني إنه نقلل الاختلاف الطلاب في فهم السؤال. الشغلة الثانية إنه أنا لما باجي بقيم إنه أنا ممكن أنا أتأثر بالمعلومات اللي أنا بعرفها عن الطالب، يعني أنا بعرف إنه الطالب هذا على سبيل المثال إنه يعني مثلاً طالب IT وإنه هو فعلاً شغال في شركة عن بعد، ممكن أنا أتأثر بالمعلومة هذه في تقييم الطالب. إنه أنا مثلاً في تقييم الأسئلة المفتوحة إنه أنا باجي يعني بقرأ الاسم، تمام؟ طالب الفلاني الفلاني هذا يعني جارنا، هذا طالب بعرفه، تمام؟ أنا بشرف على مشروع التخرج تبعه، هذا الطالب بعرف إنه هو شغال في شركة برا، فبالتالي هذه المعلومة بتأثر على تقييم، بلاقي إنه في انحياز شوية نوعا ما، هذه تعتبر من المشاكل يعني، هنشوف كيف ممكن إنه إحنا نتجنبها. رقم 3 الحكم الشخصي على الطالب. طبعا الحكم الشخصي على الطالب بالإضافة للمعلومات اللي أنا بعرفها بشكل مسبق على الطالب، الحكم الشخصي أنا ممكن أن أحكي على الطلاب، يعني أحكم على الطلاب من طريقة حكيهم، من طريقة لبسهم، من مظهرهم الخارجي. فبالتالي إحنا بشر وفعلا إحنا بنتأثر بالشغلة هذه، فبالتالي ممكن أجي أنا أقرأ اسم الطالب في سؤال مفتوح، أقول إنه والله الطالب هذا كذا، هذا الطالب يعني دائما إنه بلبس مظهره كتير كويس، بلاقي هيك نفسي لا إراديا بضبطه، يعني بضبطه في التقييم. هذه مشكلة لازم أتجنبها، عشان هيك عشان ألغي كل الأمور هذه كلها لازم أنا أصيغ الأسئلة أو ورقة الامتحان، إنه على سبيل المثال ورقة الامتحان زي هيك، تمام؟ بحط الصفحة الأولى، تمام؟ إنه فيها معلومات الطالب كلها، تمام؟ والصفحة اللي فيها سؤال مفتوح إنه أنا خلص يفترض إنه أنا بفتح عليها مباشرة وما بتطلع على الاسم بالمرة عشان أتجنب كل هاي المشاكل. هذا هو الحل الوحيد لهذه المشكلة. فأنا فعلا يعني إنه بلاقيها زي هيك، خلص إنه أنا بطلعش على الاسم بالمرة، بحط الاسم يعني ترتيب ورقة الامتحان أنا عندي بحيث إنه يكون الاسم موجود في صفحة منفصلة بتكون مطوية لما أجي أنا أصحح السؤال المفتوح عشان ما تأثرش بأي معلومة من المعلومات هذه اللي بتكون يعني بتأثر فيها أنا كمدرس يعني. طيب هذه مشاكل متعلقة بالطلاب وحكينا حلها، إنه خلص إنه أنا أعمل إنه ماسكينج للاسم الطالب. أما المشاكل المتعلقة بالمدرس، إنه يعني أنا ممكن ألاقي حالي وأنا بصحح في الامتحان عشان ما تطلعش العلامات منخفضة وأضطر أعملها نورماليزيشن أو أضطر أعملها بوش، فبروح إنه يعني بيصير في عندي تحيز، يعني إنه أنا يعني بصحح بطريقة إنه متساهلة جدا بحيث إنه أنا أحافظ على المتوسط العام للتقييم، عشان إنه لعدة أسباب، إنه أنا خلص يعني إنه مثلا إنه هاي مستوى الطلاب، أو إنه خلص يعني ممكن إنه
الجامعة بتراجعني إنه والله بتقول لي إنه المعلومات هذه، عفوا العلامات هذه متدنية. ليش متدنية؟ أكيد في مشكلة، مشكلة عندي أنا كمدرسة بالمشكلة، أقول لهم أنا الطلاب هم تعبانين مش حيصدقوني، فلا إراديا أنا كمدرس في عندي المشكلة هذه إنه أنا أقيم الـ 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 الطلاب، يعني طريقة التقييم تبعي إنه أنا ممكن إنه باخذ بعين الاعتبار المتوسط العام بشكل اساسي عشان خلص تطلع العلامات مظبطه. المشكله الثانيه اللي هي التاثير التسلسلي، انا ابدا اول ما ابدا اصحح الامتحان ببقى قبضها جد على الاخر وخلص، يعني السؤال هذا انت ما جبتش المعلومه انا بدي اياها، غلط غلط غلط. بعدين ببدا بتساهل شويه شويه، يعني بعد ما يمر علي 10 اوراق واصير اقول يعني كلهم بدي احط لهم زي هيك صفار، فلا هيك بصير مش عدل في التقييم، انه انا ببدا قبضها جد كتير وستريكت كتير في التصحيح وبعدين بتساهل في التصحيح. وهذه فعلا انا بصراحه موجوده عندي انا شخصيا هذه الشغله، ف بحاول قدر الامكان انه انا يعني انه انا ما اتركش نفسي انه لا انه خلص بدي اخذ معيار معين واقيم فيه الطلاب. هذه كلها مشاكل في الأسئلة المفتوحة، تمام؟ المشكلة الثالثة اللي هي النزعة المركزية في التقييم، وأنا باجي بصحح لنفترض إنه السؤال عليه 10 علامات، بتلاقيني إنه يا بحط واحد يا بحط 10. التدرج في التقييم أو يعني إنه أنا يكون عندي القدرة إنه والله أنت حصلت 7، أنت حصلت 4، أنت حصلت مثلاً 8 من 10، إنه أنا أجي أعمل بريك داون للجزئيات المطلوبة للسؤال وإنه كل جزئية إنه أنا أجي أحسبها، هذه برضو غلبة علي أنا كمدرس. فبتلاقيني إنه يا إما أنا بحط 1 أو 0 يا إما بحط 10. هذه شغلة يعني نزعة مركزية، إنه بلاقي العلامات أنا عندي كلها متركزة عند الوحايد وعند العشرات قريبة من هيك. هذه مشكلة. المشكلة الثانية إنه ممكن إنه تتركز العلامات بين 6 و10. على سبيل المثال إنه أنا باجي بقيم السؤال المفتوح، باجي بقول أنت إجابتك مش كامل هاي 5، اللي بعده إجابة مش كاملة هاي 5، أنت إجابة كاملة هاي 10. فبالتالي إنه هاي مفهوم النزعة المركزية، إنه أنا العلامات اللي عندي بتتركز 5 و10 زي هيك، يا إما صفار وعشرات يعني زي هيك. فهذه برضو مشكلة، لازم يكون في عندي في السؤال أعمل له بريك داون، عشان هيك خلص يعني دائما أنا أقسم السؤال لمطلوب ألف وباء وجيم، هذا عليه علامة علامتين، عليه علامة علامتين، هذا بيسهل علي أنا كمدرس. ما جيش أنه أنا أحط مثلا 10 علامات على سؤال بدون ما أعمل له بريك داون. تلخيصاً للمشاكل تبعت المدرس برضو، عشان أنا هذه الرسمة لسه عملتها جديد، يعني تعزيز لمفهوم المحتوى المرئي عملت لكم الرسمة هذه، إنه في عندي مشاكل متعلقة بالطالب، في عندي مشاكل متعلقة بالمدرس. متعلقة بالطالب إنه فهم، يعني تلخيص الموضوع إنه الطلاب ممكن يفهموا السؤال بطريقة مختلفة، ممكن أنا أتأثر بالمعلومات اللي أنا بعرفها عن الطالب، ممكن الانطباع الشخصي برضو يأثر على تقييمي في الأسئلة المفتوحة. أما المشاكل المتعلقة بالمدرس، إنه أنا بلاقي حالي وأنا بصحح إنه أنا يعني إيدي هيك فرطة شوية عشان أنا أحافظ على المستوى العام أو المتوسط العام للعلامات، أو التأثير التسلسلي اللي هو يعني إنه ببدأ قبضها جد على الآخر ستريكت كتير في التصحيح وبعدين ببدأ أتساهل. والنقطة الثالثة اللي أنا نسيت أضيفها اللي هي النزعة المركزية للعلامات، إنه أنا رح أضيفها إن شاء الله في الرسمة، إنه بلاقي العلامات كلها متكومة يعني في مراكز محددة، يعني مش في تدريج في العلامات. الآن هذا الكلام كله بدي أجمعه في مصفوفة، إيش بده يكون في عندي هنا؟ عبارة عن مستويات التعلم هذه، وهنا بده يكون أنا عندي الأهداف التعليمية للمساق بدي أقسمها. طبعاً كل مساق بيختلف عن مساق تاني، ممكن مساق يكون فيه 4 أهداف تعليمية، في مساق تاني 3 أهداف تعليمية، فأنا عندي هدف تعليمي 1 2 3 4 إلى آخره، تمام؟
فايش بروح بقول في التقييم؟ انه والله انه مثلا على سبيل المثال انه بدي اعمل اختبار نصفي عليه 10%، تمام؟ هذا الاختبار بقيس مستوى التذكر عند الطلاب وبيحقق او بقيس الهدف التعليمي رقم واحد زيك، تمام؟ هذا 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 عباره عن اختبار، يعني لسه انا بعمله انه الاختبار يعني النصف الاول، تمام؟ ممكن اعمل اختبار نصف الثاني بركز على التطبيق وبقيس الهدف التعليمي الثاني، تمام؟ لاحظ انه انا هنا كررت الاختبار النصفي هذا 10%، تمام؟ اوكي هنا اختبار نصفي واحد، هنا اختبار نصفي واحد، هنا 2 و2، تمام؟ هذه لازم تكون 30، انا اسف، تمام؟ فبالتالي انا عندي اختبارين نصفيين، هذا اختبار نصفي واحد بالضبط، تمام؟ فاختبار نصفي واحد بيركز على هدف تعليمي واحد، تمام؟ وعلى الهدف التعليمي رقم 5، وهنا بركز على يعني التطبيق، وهدف تعليمي 4 اللي هو بركز على الفهم والإدراك. أما الاختبار النصفي الثاني على إيش بركز؟ بركز على مستويات الفهم والإدراك والتطبيق، وإيش بقيس؟ بقيس الهدف التعليمي 2 و3 زي هيك، تمام؟ أما التكليفات، أنا في عندي الهدف 3 حطيت له تكليف، وهو عبارة عن تحليل وتقييم وإنشاء، ممكن يكون عبارة عن مشروع، تمام؟ وممكن يكون في عندي تكليف ثاني زي هيك، إنه بقيس مثلاً الهدف 6 وبرضه من نفس الفئة اللي هو تحليل وتقييم وإنشاء، تمام؟ فالآن هدول مجموعة من التقسيمات كلهم لازم يكون أنا عندي 100% بهذا الشكل، تمام؟ طيب الآن نيجي للمعلومات، يعني الاحتفاظ بالمعلومات بعد شهر واحد. نيجي، أنا في عندي أسلوب مختلفة من النشاطات. إيش هو النشاطات؟ زي ما حكينا أنه أنا أطلب من الطلاب أنه إحنا نعمل نقاش في مجموعات، أنا أقسم الطلاب لمجموعات، أنا عندي 15 طالب، تقسموا مثلا كل مثلا 3 طلاب مع بعض، بدي اياكم تتناقشوا مع بعض وتطلعوا لي مثلا بطريقه جديده، بمنهجيه جديده، بدي اياكم تقارنوا بين كذا وبين كذا، بدنا نتناقش نقطه معينه. هذا اسلوب. النشاط الثاني انه مثلا انه اطلب منهم انه يعملوا شروح، يعني انه انا عفوا استخدم شروحات الفيديو، انا كمدرس يعني استخدم شروحات الفيديو، مش الطلاب، كمان مره مش الطلاب. النشاط اللي بعده انه انا كمدرس اعطي محاضره. النشاط اللي بعده اللي هو تعليم الاقران، انه انا اطلب من طالب يشرح لطالب. النشاط اللي بعده انه انا التمرين العملي، انه انا اطلب من الطلاب انه يعمل يجروا تجربه. النشاط اللي بعده انه اطلب من الطلاب قراءه، افتح الكتاب على صفحه كذا وابدا اقرا، تمام؟ فالان انه انا بدي اجي اشوف انه قديش في الميه انه انا ممكن احتفظ بالمعلومات. طبعا يعني ممكن انا اترككم انه انتم تخمنوا شويه، بس يعني كسبا للوقت انه انا يعني هذا التقدير اللي انت حتحطه في بالك، مين بتعتقد انه رقم واحد؟ ايش رايكم يا جماعه؟ مين افضل يعني اسلوب؟ يعني ممكن تيجي تقول انه هذا رقم واحد، هذا رقم 2، هذا رقم 3، هذا 4، هذا 5 مثلا، هذا 6 زي هيك، بتقيمهم انت، بتشوف انت ايش يعني افضل اسلوب بالنسبه لك، وبتشوف ايش الواقع. الواقع فعلا انه المحاضره الطلاب بس بعد شهر واحد بيحتفظوا ب 5% من المعلومات التي ذكرت في المحاضره. القراءه بيحتفظوا ب 10%، شروحات الفيديو 20%، مجموعات النقاش 50%، التمارين العملية يعني فيها تطبيق 75%، تعليم الأقران إنه الطلاب يعلموا طلاب هذه 80%. فبتلاحظ إنه كل ما كان في عندي نشاط أكثر بهذا الاتجاه، إنه هذا بهذا الاتجاه إنه المدرس بيكون فعال أكثر، بهذا الاتجاه الطلاب بيكون في إلهم نشاط، يا إما من خلال تمرين عملي، يا إما من خلال نقاش، يا اما من خلال انه هم بيعلموا بعض. وهذه الشغله على فكره، يعني انا كمدرس مرات انه انا بوصل المعلومه
انه انا باجي بشرح للطلاب كذا كذا كذا، فبيجي بحكي لي حدا من الطلاب انا مش فاهم، فانا بروح بقول مين يا شباب يقول لزميلكم شو معنات كذا. فممكن الطالب هو يعني الطالب زي الطالب يعني عارف طريقة تفكيره، ممكن يحكي له إياها بطريقة يستوعبها أفضل مني أنا بكتير، لأنه في فرق في العمر، في فرق في السن. وهذا الكلام يعني تعليم الأقران يعني من أفضل الوسائل يعني في التعليم، إنه تلاقي إنه فعلاً الطلاب بتعلموا من بعض أفضل ما إنه هم يتعلموا من المدرس بشكل كتير كبير. وهذه شغلة ذكرها ابن سينا فعلا، انه يعني تعليم القرين للقرين هو اقرب واحفظ للمعلومه من تلقين المدرس لطلابه. فهذه هي يعني لاحظوا انه برضو انه هنا انا كمدرس لو يعني عرضت شروحات فيديو بتزيد النسبه، تمام. وهنا يفترض أن يكون في عندي مستوى أنه أنا استخدمت أشكال رسومية زي هيك، وتكون أنه النسبة أنه أنا راح أضيفها إن شاء الله، يعني يفترض أن يكون في نسبة أكتر يعني زي هيك. فبالتالي هنا بتوضح لي إيش النشاطات اللي أنا ممكن أنا أقوم فيها كطالب. بشكل سريع ممكن أنه أحكي يعني مهارات إلقاء العروض التقديمية بتساعدني بشكل كتير كبير في تحضير السلايدات. أنا في عندي قاعدة معروفة جداً، يعني هي قاعدة 10-20-30، إنه 10 شرائح عرض رح تأخذ 20 دقيقة إذا كان حجم الخط 30. طبعاً أنت شايف إنه هنا 3 نقاط بس، ولكن إنه يعني وهذا المرجع يعني بطبيعة الحال. طبعاً الكلام أو الحكي فيها كتير كتير كتير. طبعاً إحنا في العادة للأسف إنه ممكن انه احنا نقع في خطأ او في تراب انه انا احشي السلايد في محتوى كتير كبير، تمام، وهذا حتخليني يعني انه يعني انا في عندي معلومات كم كبير من المعلومات في شريحة العرض. فبالتالي يعني هذه بتساعدني بشكل كتير كبير انه انا والله المحاضرة تبعتي لو انا بدي اقول انه كل سلايد بدها تاخد مني دقيقتين، بقدر اقول انه والله 30 سلايد أو مثلاً 35 سلايد هي ماكسيموم أنه تكون أنا عندي في المحاضرة، أنه أنا بدي أشرحها، بدي أرتب المحتوى زي هيك، وبدي أخلي مش 30، يعني بدي أنا أحسب أنه أنا وقت المحاضرة أنا عندي 60، فعلاً 30 يعني أو 35 يعني تقريباً، خليني أقول أنه هي من 25 ل 30 سلايد انه بتكون انا عندي محتوى المحاضره زي هيك، وبدي اتيح برضو النقاش يعني. فبالتالي لو انا بدي احسب كل دقيق يعني كل سلايد بدها تاخذ دقيقتين، طبعا اذا كان حجم الخط 30، ما يعني ما استخدمش خط صغير واحش السلايد يعني، فهذه بتساعدني في اعداد المحتوى انا عندي كسلايدات. طبعا هذه يعني معلومات من علم الإدراك، يعني عشان انه انا احدد يعني شغلات مهمه في تحضيري للماده العلميه. اول شغله انه من الكوجنيتيف ساينس، من علم الإدراك، انه انا بدي اعطي القدر المناسب من المعلومات حسب الجمهور. يعني انا طلاب مستوى اول، كم المعلومات اللي انا بعطيهم اياه بشكل مبسط أكثر بكثير من طلاب مستوى رابع يعني أكيد بطبيعة الحال. فبالتالي إنه المحتوى اللي موجود في السلايدات إنه بده يكون بده يناسب الحضور اللي موجود أنا عندي. طبعاً يفترض إنه أنا أستخدم 4 نقاط كحد أقصى في الشريحة الواحدة، وزي ما أنتم ملاحظين أنا مخالف هذه التعليمة، يعني أنا عندي حوالي 7 نقاط يعني في هذه الشريحة. فهو يفترض أنه طبعاً هذه الشغلات أنا ليش بحكي لكم من علم الإدراك، لأنه طبعاً الطالب لما بيجي بتطلع على السلايد وبتطلع عليك كمدرس وانت بتشرح، بحاول أنه هو يربط بين الكلام المكتوب والشرح اللي حضرتك بتشرحه. فبالتالي إذا كان محتوى النص اللي موجود يعني أكثر من 4 نقاط، علم الإدراك عنده مش هيقدر إنه هو يستوعب المعلومة، لكن إذا كان محتوى النص قليل راح يستوعب المعلومة بشكل أفضل. استخدم التجميع،
سواء كان ألوان أو حجم لإظهار النقاط المرتبطة ببعضها البعض. وأنا حاطي مثال لهذه الشغلة، تجنب الباراجراف، إنه أنا يعني للأسف إنه في كتير من المدرسين إنه بيجي بنسخ السلايد كلها وبحط بنسخ الباراجراف كلها. الباوربوينت سلايد يا جماعة مش ملف يعني وورد، هي عبارة عن شرائح عرض، يعني فقط تكون نقاط، تمام؟ والنقاط هذه بيكون فيها شرح كتير، ما فيش داعي ان انا احط الشرح كله في المحاضرة. الشرح انا يفترض انه انا اسرد وسرد زي ما انا بسوي هالجيت، يعني انه انا يعني بس مجرد ذكرت هذه النقطة وبس، يعني بسهب فيها بشكل كتير كبير. يعني لا يحبذ استخدام مؤثرات صوتية ولا مؤثرات انتقالية، حقول السبب. طبعا هذا الكلام من علم الإدراك، إنه أنا لو استخدمت مؤثرات صوتية في المحاضرة أنا عندي، بناء على علم الإدراك تشتت الطالب أو انتباه الطالب، إنه هو بينتظر سماع هذا الصوت، يعني بيستناك إنه أنت تقلب السلايد عشان تسمع الصوت. أما إيش الكلام اللي أنت بتحكيه يعني بيكون مش مركز فيه، فهذا مشتت من المشتتات. وعشان هيك يعني انه اذا بتلاقوا حدا انه هو بيحط مؤثرات صوتيه بيحاول انه هو يشتت انتباه الجمهور عن المحتوى الفعلي عنده في السلايدات. فعشان هيك فعلا احنا لا اراديا من علم السلوك عندنا وعلم الادراك، اذا كان في يعني مؤثرات صوتيه بستنى المحاضر انه هو بس يقلب السلايد عشان اسمع الصوت العجيب اللي هو حاطه. نفس الشيء بالنسبة للمؤثرات الانتقالية، أنا بحكيش على مؤثرات إنه أنت مثلا تخفي نقاط أو تظهر نقاط، تمام؟ هذه أنت بتساعدك في الشرح، زي ما أنا كنت عامل هنا مثلا على سبيل المثال إنه أنا هنا كنت هذه أخفيها زي هيك، هذه لا، هذه مش مؤثرات بصرية. أنا بحكي المؤثرات البصرية في الانتقال من السلايد للسلايد الثانية، إنه أنت عندك على سبيل المثال إنه هي بتختفي السلايد وبتيجي بتنبثق سلايد ثانية، فبالتالي أنا بصير برضو بنفس الفكرة بنتظر المدرس بس يقلب على السلايد اللي بعديها عشان أشوف المؤثر البصري العجيب اللي هو ماخده. وهذا الكلام من علم الإدراك لا شعوريا إحنا بنقع فيه. فبالتالي إحنا يا جماعة جايين نوصل معلومة، مش جايين نشتت انتباه الطلاب. فعشان هيك لازم نتجنب هاي الشغلات. طبعا هنا بخصوص الالوان، يعني مثلا على سبيل المثال لو انا اجيت احكي انه والله شو الحيوانات الموجوده المنزليه الموجوده عندنا، يعني انه زي هيك لما اجي انا احكيها كارقام، انه انا اقول والله انه كسرد نصي انه الكلاب كذا، القطط كذا، الاسماك كذا، زي هيك، فمش حيستوعبها الطالب بقدر بانه انا اجي احكيها واحطها انا عندي يعني نسبه 55% انا عندي هذه من الدائره، هذه المساحه فعلا كعلم الادراك بتعزز انه والله هذه المساحه كبيره، في نسبه كتير كبيره انه عندهم هذا الحيوان المنزلي. النسبه اللي وراها هيها 30% على سبيل المثال، تمام؟ برضو هنا في الالوان، انه على سبيل المثال انا في عندي في الحاسوب مجموعه من التعليمات، هنا استخدمت الالوان، هذه لونتها باللون الازرق وهذه لونتها باللون الاخضر، بدي اشرح للطالب انه راح يكون في تداخل، بدل ما اقول له انه بنفذ واحده من هذه وواحده من هذه، ايش رحت عملت؟ طيب حطيتهم انه حينفذ هذول التعليمات، بعدين حينفذ حي تداخل بيجي، راح يجي للعمليه الثانيه ينفذ اللي وراه. فهيك بالالوان انا وضحت هذا التداخل بشكل مبسط، بدل ما انه تكون يعني انه انا اشرحها، يعني بمعنى انه انا راح اطول انه انا اشرحها للطلاب باستخدام الالوان، بتصل المعلومه بشكل افضل. طبعا في توصيل المعلومه في عندي عده عوامل: نبره الصوت، التواصل البصري، طريقه الوقوف والايماءات والملابس، يعني ححكي فيها واحده واحده سريعا، يعني انا طولت عليكم. طبعا نبره الصوت شغله كتير مهمه، يعني انه النبرة الثابتة بتخلي المتلقي يشعر بالنعاس، هذا يعني قولا واحدا، وهذا الكلام برضو كمان مرة من علم الإدراك. أنا لو بحكي بوتيرة واحدة بشكل كونستانت نبرة الصوت، الأودينس أنا حيشعر عندي بالنعاس، يعني لا مفر من ذلك. فبالتالي أنا الشرح تبعي أنه بيتنوع، بيكون أنه أنا بعمل questioning للطلاب، فبالتالي
بعمل نبرة الصوت، بقول يا جماعة شو رأيكم في هذا الكلام؟ هيك بده يعرف المتلقي إنه أنت بتسأل، بده يكون في عندك نبرة تعجب عشان أنت تبين له إنه أنت تعجب، بدك يكون في عندك نبرة إنه أنت بدك إنه أنت تشوقه، إنه أنت تحكي له نوع يعني معلومة معينة وإلى آخره يعني. فنبرة الصوت فعلا من علم الإدراك إلها كتير عامل مهم في توصيل المعلومة. طبعا إحنا بدنا نقارن هذا الكلام في المدرس اللي بيجي بيجلس على الطاولة تمام وبيجي بسرد سرد للطلاب، طبعا ما بوصل معلومة للطالب للأسف. التواصل البصري، طبعا التواصل البصري الهدف تبعه انه الحصول على تغذية راجعة من المتلقي اللي هو الطالب، بدي اعرف حالته، هل هو مركز، هل هو نعسان، هل هو فاهم. انا بقدر اعرف من وجوه الطلاب انه هم فاهمين خلاص اروح على النقطة اللي وراها، ولا مش فاهمين ابطئ شيء يعني اعيد النقطة احكيها بطريقة مختلفة، او يعني بقدر انه انا احدد لازم اسرع الشرح شوية ولا ابطئه. فالتواصل البصري كتير مهم، لازم انه اوزع بصري على كل الحاضرين اشوف وجوههم اقرأ الحالة المتلقي من وجوههم. طبعا طريقة الوقوف، طريقة الوقوف بتعكس الشخصية والثقة تمام. طبعا انا حاولت اجيب لكم طريقه وقوف مختلفه، انه انت يعني طريقه يعني الاشهرها انه انت تقف يعني مشبوك الايدي، في الناس اللي بتحط ايديها في جيبها، في الناس اللي بتقف بالطريقه هذه. طبعا طريقه الوقوف بتعطي إيحاء لدى الطالب إنه قديش الشخص هذا أو المدرس هذا واثق من الكلام اللي هو بيحكيه، وبتساهم في توصيل المعلومة بشكل كتير كبير. طبعا بالنسبة للإيماءات، وما أدراك ما الإيماءات، طبعا هذا كلام مهم جدا. يعني على سبيل المثال لما أنا أجي أحكي لكم والله يا جماعة إحنا اليوم حنحكي على نقطتين مهمتين، كلام هيك سرد بدون استخدام أي إيماءة، أو إنه أنا أقول يا جماعة أستخدم الإيماءة هذه وأقول يا جماعة إحنا حنحكي على نقطتين وأشر لهم أنا عندي بإصبعي زي هيك، يعني تفرق كتير فعلا. إنه أنا لما بجذب انتباه الطالب وراح تصل المعلومة خلاص بيرسخ في ذهنه إنه الأستاذ حيحكي على نقطتين، إيش هما؟ نقطة كذا ونقطة كذا، بترسخ المعلومة. يختلف تماما إنه أنت يعني تكتف إيديك وتحكي سرد بس بدون استخدام أي إيماءة تمام. ممكن إنه أنت تستخدم الإيماءة هذه إنه يعني إنه أنت بتتعجب، يعني على سبيل المثال ممكن تستخدم هذه الإيماءة بحيث إنه أنت يعني تأشر على مكان معين في الشريحة زي ما أنا بسوي الآن. لو أنا بدي أسويها وأنا في المحاضرة بأشر للطلاب زي ما أنتم شايفين على يمين السلايد إنه كذا كذا كذا، وعلى يسار السلايد إنه كذا 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 زي هيك. فبالتالي بستخدم هذه الإيماءات بتوصل المعلومة بشكل كتير كبير. طبعا بالنسبة للملابس إنه يفترض إنه نلبس لبس كل يوم، يعني إحنا جايين نعطي محاضرة مش نقدم عروض أزياء، يعني هذه أنا المعلومة إنه يعني بشكل عام، لأنه هذه تعتبر من ضمن المشتتات. يعني خليني أضرب لكم مثال بشكل مبسط، يعني تخيلوا على سبيل المثال إنه أنا لبست جرافة لميعة ورحت على المحاضرة يعني درست الطلاب. الطلاب مش حيفهموا ولا كلمة من الكلام اللي أنا بحكيه، حيضلهم مركزين طوال الوقت في الجرافة اللميعة اللي أنا لابسها، واللي كل ما تتحرك بتعطي لك يعني انعكاسات مختلفة. فبالتالي يفترض إنه أنا يعني خلص ألبس لبس عادي، لبس كل يوم، يعني ما ألبسش أي لبس ملفت للانتباه. برضو إحنا جايين نوصل معلومة مش جايين نعرض أزياء. طبعاً بالنسبة للإجابة على الأسئلة، إنه أنا بدي أتحكم في الحضور، أنت إيش سؤالك يا أستاذ؟ أنت بدي أفتح المجال لإلك، استنى خلينا ناخد سؤال من زميلك. في حال إنه أنا ما استوعبتش هذا السؤال، يعني وهذا الكلام وارد جداً، أنا عندي يعني سبحان الله كل طالب مخه مختلف، فبالتالي إنه ممكن تجيني أسئلة أنا مش عامل حسابها ولا يعني خطرت في بالي قبل هيك، فممكن إنه أنا أخذ يعني بعض الوقت، تعطيني فرصة بعض الوقت إن أنا أعيد السؤال تبع الطالب عشان أتأكد إنه أول حاجة أنا فاهم السؤال كويس، وتاني شغلة بيعطيني فرصة إنه أنا أجاوبه.
الشغله الثانيه انه انا يعني بالعاده لازم اجاوب باختصار، انه ما اسهبش، لانه عشان بديش اضيع السياق العام للمحاضره، انه انا خلص بتلاقي انه في كثير من الاحيان انه الطالب سال فبروح انه خلص منح المحاضره بروح باتجاه ثاني مختلف. يعني هذه برضو بعض الملاحظات على هذه الشغله. طبعا العروض التقديميه على الانترنت، يعني ممكن انه انا يعني احاول قدر الامكان اصلح المشاكل تبعت الحاسوب، الاضاءه لو كان في مشكله في الصوت هنا الاضاءه لازم تكون مناسبه، احط الكاميرا في مستوى العين، ازيل المشتتات سواء كان هاتف او نوتيفيكيشن عشان اركز، اكسر الجليد يعني زي ما صار في بدايه المحاضره اليوم، نسال كيف الحال، كيف الاحوال، كيف الطقس عندكم، زي هيك انه لازم احكي بشكل واضح انه انا خلصت السلايد، بحيث انه يعني يشعر الحضور انه يعني ممكن يكون المجال مفتوح. بدي اقود اللقاء انه لو على سبيل المثال في مايك مفتوح بيعطي تشويش بعمل له ميوت، او بطلب من الطالب انه هو يعمل ميوت للمايك، ممكن بين لحظه والثانيه انه اعمل اختبار للحضور، اختبار انه انا اسالهم اقول لهم شو رايكم مثلا في هذا الكلام، اشوفهم متابعين معايا مش متابعين معايا، واطلب تغذيه راجعه. يعني بس مجرد انه ملاحظات بشكل عام. يعني يعني انا بدي اتوقف هنا، بدي اتيح المجال للاسئله اكثر، لانه الجزئيه الباقيه انه يعني موجوده عندكم انه كيف بيتعامل مع الموديل، انه موجوده هذه الصفحه هي الرابط تبعها فيها يعني كيف انه انا اتعامل مع الموديل. تمام، الأسئلة المتكررة برضو أنه إحنا جمعناها على الموديل، وبعد هيك بدنا ننتقل للتعليم المدمج. يعني ممكن أنه إحنا نحكي في محاضرة أخرى، بديش أنه أنا أشتت الانتباه في موضوع تاني مختلف. فشكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع، وبتمنى أنه يعني فعلا أنه تكون المحاضرة هذه مفيدة لكم بشكل كتير كبير، وأتمنى أن أكون قدمت لكم يعني محاضرة تستفيدوا منها. يعني بارك الله فيكم دكتور معتز، شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة والمتسلسلة فعليا، بارك الله فيكم. خلينا نفتح الآن، الله يعطيك العافية، بداية نفتح الآن باب النقاش.